بابا معلش نحكي شوي. عم اسمعك بابا. أول شي سونار. بعرف هذا الشي، بعرف. كنت بتعرف؟ مين قالك طيب؟ لأنه كل أهل الضيعة إجوا وقالوا لي. كيف يعني؟ الكل صار بيعرف؟ إيه الكل بيعرف يا بنت، طلع الكل بيعرف ومخبي عني هيك قصة. وانت كمان بتعرفي وما خبرتيني. ما قدرت بابا، سامحني. هذا الشي مو صح، ما عرفتي تتصرفي. يا بابا كنت مجبورة. خلص اسكتي اسكتي، أنا بعرف كيف حاسبوا لهالكلب. مو زعلان مني؟ ليش لحتى أزعل؟ أنت اللي عم تاخدي الربا من الناس ولا هو؟ أنا متضايق من سونر. شو؟ إيه؟ الولد صار مرابي على حسابنا وعم يتفتل بهالأراضي كأنه مالك. لك ليش؟ شو نحن أموات بهالضيعة؟ خبروني إمتى دفنتوني؟ وانتي كأنه في حكي تاني على لسانك؟ لا لا بابا، ما في أي شي. صارحيني بابا، شوفي حتى لونك مخطوف. بنتي إذا خايفة إنه أزعل تمام، أنا مروق. قلي لي شو مخبي علي. يلا. كأنك ندمانة ليش قلعنا هداك الشب؟ أي شب؟ محمد. محمد. لا بابا، ليش لحتى أندم؟ ما كان له مكان بيننا، منيح إنه راح، ارتحنا منه. يعني أنت هيك رأيك؟ وبلكي ندمتي بعدين. شو اللي رح أندم عليه بابا؟ عندي شغل، وأنت اهدى شوي، ما في داعي لكل هالعصبية. بنتي ما في شي بيتخبى إلا ما يظهر بعدين، ديري بالك على حالك. قال مو ندماني، قال ماشي بكرة منشوف يا بنتي. ألو سيد إدريس، كيفك؟ بنتي قلعت ابنك من عنا من الضيعة. ما بعرف لوين راح.